بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي، فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذه، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاءها فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه ورضي به. المقصود من هذه الترجمة هذه المسألة يسمونها يعني بيع الفضولي، وهو الذي يتصرف بدون إذن. هذه مسألة معروفة باسم بيع الفضولي عند الفقهاء، والمراد بها من تصرف لغيره بغير إذنه، تصرف فيما لغيره بدون إذنه. والمسألة منوطة برضاه، فإن رضي ذلك الذي له الحق فإن ذلك يعتبر، وإن لم يرضى فإن الذي يلزمه أو يعني يلزمه تلزمه القيمة وتلزمه، هذا هو الذي تلزمه، هو الذي تولى باشر الشراء، الذي باشر الشراء، إلا أن يكون يعني ذلك بخيار شرط وأن له كذا، فعند ذلك يمكن أن يتخلص المشتري الذي هو الفضولي من هذا البيع. وأما إذا كان تم البيع بينه وبينه فإن البيع لازم ويكون ثابتا إذا يعني تاما إذا رضي،
وإلا فإن المشتري الذي باشر الشراء هو الذي يتولى ذلك، ويكون الذي شري له لا يعني لا علاقة له بهذا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث الثلاثة الذين كانوا في من قبلنا وكانوا يمشون في الفلات فجاء مطر فدخلوا في غار، يعني حتى يعني يدخلون عن المطر حتى لا يصيبهم، فدخلوا ليبقوا في هذا الغار، فدخلوا فنزل الصخرة من فوق فسدت باب الغار، فبقوا في هذا الغار كأنهم في قبر وهم أحياء، يعني مقبورون وهم أحياء، لأن ليس أمامهم يعني ما في إلا الموت أمامهم، إلا أن يهيئ الله لهم يعني سببا يخلصهم مما هم فيه. ففكروا وتشاوروا فيما بينهم ورأوا أنهم في هذه الشدة وفي هذا الضيق ليس أمامهم إلا أن كل واحد منهم يتذكر لله عملا خالصا عمله لوجه الله لا يريد به إلا وجه الله عز وجل، وأن يتوسل إليه بهذا العمل الصالح الذي فعله وهو يريد به وجه الله. فأحد الثلاثة سأل الله عز وجل في ما يتعلق ببر الوالدين، لأن سؤاله أو توسله إلى الله عز وجل ببره بوالديه، وقال اللهم إنه كان لوالدان شيخان كبيران، وأنه كان يذهب يعني في الرعي، وأنه يأتي بالغبوق الذي هو الحليب الذي يحلب بالليل ويكون قوتا لوالديه ولأهله. ومن المعلوم أن اللبن يعني قوت مثل التمر، التمر قوت واللبن قوت، وكل منهما يستفاد منه بدون كلفة، وكل منهما يستفاد منه بدون كلفة. وقد مر بنا في الحديث الذي فيه الذي اشترى المصرات، وأن اشترى المصرات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أنه إذا يلقيها عنده ثلاث ويحلبها، فإن رضيها بقيت عنده، وإن سخطها يردها ويرد معها صاعا من تمر، صاعا من تمر، لأن التمر مثل اللبن كل منهما يستفاد منه، وهو غذاء بدون معالجة وبدون أن يفعل شيء حتى يستفاد، ليس مثل البر الذي يطحن يحتاج إلى طحن وإلى خبز وإلى طبخ. فهذا يعني اللبن والتمر غذاء بنفسه دون معالجة. فمر في الحديث أن هذين النوعين أنهما من الأغذية التي لا تحتاج إلى معالجة. ثم أنه قال أنه ذهب، أنه كان يأتي بالغبوق لهما كل ليلة، وأن في ليلة من الليالي بعد في المرعى وصار بعيدا، ثم أنه أتى بالغبوق وإذا هما قد ناما، والأولاد ما ناموا، الأولاد الصغار ما ناموا، وهو يعني يريد أن يعشي والديه بهذا العشاء الذي هو الغبوق، فوقف والحلاب بيده، الحلاب الذي هو القدح الذي فيه اللبن، يخشى أنه يعني إذا جلس أو هذا أنه يجيه النوم وينام، فأراد أن يكون واقفا حتى ما يكون في مجال للنوم، حتى لا يكون في مجال للنوم. والصبي يتضاغون يعني يتباكون حوله يريدون أن يعني يشربوا هذا الغبوق الذي كان اعتادوا أنه يأتيهم به، ولكنه لا يعطيهم إلا بعد والديه، لا يعطيهم إلا بعد والديه. فوقف حتى طلع الفجر وقام للصلاة فشرب، وأعطى الصبية والأهل يعني بعدهما، فقال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت كذا ابتغاء وجهك فافرج عنا حتى نرى السماء أو نرى يعني نرى الفضاء، ففرج عنه فرجة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج معها، لا يستطيعون الخروج معها. فأيضا ثاني سأل الله عز وجل بالسلامة يعني من الزنا مع قدرته عليه وتمكنه منه، وأنه لما ذكر بالله وقيل له اتق الله
خاف الله عز وجل وقام وتركها وترك ما أعطاها يعني في مقابل هذا الزنا وهو 100 دينار، فقام وتركها وترك ذلك لله عز وجل، وترك المحرم لله وترك هذا المبلغ لله. فقال: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا. فخرج عنهم إلا أنهم لا يستطيعون. ثم إن الثالث وهو محل الشاهد الذي أورده مصنف من أجله، وهو الذي استأجر أجيرا ويعني على يعني فرق من ذرة، والفرق مكيال مقدار فيه آصع معلومة، ف يعني ذهب ولم يأخذ حقه وجاء إليه وأعطاه حقه أو قال له عن حقه فلم يعطي فلم يذهب به ولم يأخذه، وبعد فهذا الذي ذهب هذا الرجل ولم يأخذ أجرته نمى هذا الفرق نمى، فبارك الله فيه حتى صار منه البقر الكثير وصار منه الرقيق الذي يقوم بهذا البقر. ثم إنه جاء بعد مدة يطلب منه حقه فقال: اذهب يعني هذا البقر وراعيها هو لك. فتعجب وقال: أنت تستهزئ بي؟ فرق يعني من 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 ذرة يكون مقابله يعني قطيع من الغناء من البقر، وأيضا راعيها عبد يعني مملوك له. فقال إنه لا يستهزئ به وأن هذا حقه، فساقه وذهب به. محل الله سبحانه فرج عن زاحت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون، وهذا يدل على التوسل بالأعمال الصالحة، وأن الإنسان يتوسل الله بأعماله الصالحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وأن هذا من أسباب الفرج التي فرج الله عنهم ما فيه من الشدة، فهذا العسر الذي هم فيه والمشقة يعني كشف الله عنهم بهذا اليسر الذي حصل لهم بسبب توسلهم إليه سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة التي فعلوها فعلوها خالصة، يعني لا يرجون من ذلك إلا وجه الله ويريدون ثواب الله عز وجل، فالله عز وجل فرج عنهم بسبب هذا الأعمال الصالحة وتوسلهم بها إليه سبحانه وتعالى. ويدل على أن التوسل يكون بالأعمال الصالحة، كان يقول الإنسان: اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك ومحبتي لنبيك وأوليائك حقق لي كذا أو اغفر لي أو ارحمني، فإن هذا سائغ كما دل عليه هذا الحديث. وكذلك التوسل بأسماء الله وصفاته، فالتوسل يستعمل في الشيء المشروع، والشيء الذي لم يأتي به الشرع يتجنبه الإنسان ويكتفي بما هو مشروع عما ليس بمشروع. هذا الرجل يعني أورده البخاري من أجل هذه الجملة الأخيرة، وهو أنه تصرف بهذه الأجرة التي هي فرق من شعير من 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 ذرة، تصرف ببيع فيه والشراء ونماه لصاحبه حتى ورضي بذلك، لأنه تعجب من كونه يظن أنه يستهزئ به، يعني كونه فرق من ذرة يأتي مقابله قطيع من البقر وراعيها عبد المملوك، هذا شيء يعني غريب. فذهب بهذا الذي نماه له وجمعه له ويعني هذا المال الكثير وتوسل إلى الله عز وجل فنافعه. محل الشاهد منه أن هذا تصرف في مال الغير، يعني مال الأجرة التي يعني في ذمته أو في يده لهذا الرجل المستأجر الذي ذهب ولم يأخذ حقه، فجاء وأخذه، فاستدل به على أن الإنسان له أن يتصرف، يجوز له أنه إذا فعل فعلا في مال غيره ورضي به صاحب المال أن عمله صحيح. وهذا هو محل الشاهد من إرادة هذا الحديث الطويل في من أجل هذه الجملة التي فيها تصرفه في هذه الأجرة حتى نمت وجاء صاحبها وأخذها واستاقها. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. من هو؟ يعقوب بن إبراهيم الدورقي. عن أبي عاصم. أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عن موسى بن عقبة. نعم. عن نافع مولى بن عمر. نعم.
يقول السائل: هل التوسل بالعمل ينقص الأجر؟ ما ينقص الأجر، ما في شيء يدعى أنه ينقص الأجر. الإنسان يتوسل بعمله الصالح، يعني سواء في أمر في هذا في مثل هذا الأمر الذي حصل من شدة، أو بأن يدخله الجنة وأن يحقق له ما يريد من سعادة الدنيا والآخرة. الحاصل أن التوسل بالأعمال الصالحة ثابت لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث يقول كل واحد: اللهم إن كنت تعلم أني كنت، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء، لكن يقول أنك في علمك أنني فعلت كذا وكذا وأنت عليم بذلك، وهو يعلم كل شيء. ليس معنى ذلك أنه يعلم أو لا يعلم، وإنما المقصود به أنه لا يخفى عليه شيء، وأن الله تعالى يعلم، وليس المقصود الشك في علم الله عز وجل، وإنما المقصود من ذلك أنه يعلم ذلك، وهو بلا شك هو خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وليس في ذلك تردد في علمه، وإنما هو يعني ذكر الشيء المحقق الذي لا بد منه ولا يكون سواه، وهو أن الله عالم بعمله هذا وعالم بكل شيء. وهذه المسألة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكاها وهو مقر لها، وأن الله عز وجل يعني نفع أهلها بهذا التوسل، وهي تتعلق بحكاية عن أناس قبلنا وعما كان قبلنا، وشرع من قبلنا يعني فيه ثلاث أقوال لأهل العلم، فيه تفصيل هو أنه إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنه من شرعنا فإنه لنا، مثل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالتوراة أن كتب عليهم، وجاء في شرعنا أن هذا لنا، أو يأتي في شرعنا يعني ما شيء جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنه لنا، أنه ليس لنا، فإنه لا يكون لنا، لأنه جاء بشرعنا ما يدل على أنه ليس لنا، مثل كون يعني نكاح الأختين وغيرها من التي كانت حلالا من قبلنا حرمت يعني في شرعنا، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني هذاك الذي الأمم السابقة كان عندهم ذلك، والناس الذين يعني فعلوا ذلك قبل أن يعني يحصل التشريع فإنهم يختارون يعني واحدة، مثل الذي تزوج أكثر من أربع فإنه يختار أربع ويفارق سواهن أو يأتي في شرعنا في شرع من قبلنا ولكن ما جاء أنه لنا ولا أليس لنا، فهذا في خلاف بين العلم. منهم من قال إنه شرع لنا لأنه ذكر في شرعنا لتقريره ويعني بيان يعني ال يعني بيان يعني مدح أهله ومدح يعني ما فيه، ولا يعني ذلك أن كل شيء يأتي في شرعنا أنه يكون في غير شرعنا يكون لنا، إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه، مثل أن اتخذنا عليهم مسجدا لا يستدل به على اتخاذ القبور من المساجد على القبور، وإنما يؤخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا لم يأتي في شرعنا ما يمنعه ولم يأتي في فإنه يعني يكون فإنه يكون شرعنا، لأنه أقر في شريعتنا. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا مثل هذا الفعل. فإذا اثنان متفق عليهما، وهما ما كان في شرعنا أنه لنا وما جاء في شرعنا أنه ليس لنا، أنه ليس لنا أو ليس لنا. وأما إذا لم يذكر أنه لنا أو ليس لنا فإنه يعني يصير لنا على قول الجمهور، يصير قول على قول الجمهور. والحافظ بن حجر ذكر أن خلاف ذلك أنه قول الجمهور، والذي أعرفه والذي يأتي في كتب الأصول أن قول الجمهور هو أنه لنا، وإنما خالف في ذلك بعض العلماء ومنهم الشافعي. وعلى هذا فالذي أذكره في مسائل أصول الفقه أنهم يجعلون أنه لنا حيث لم يأتي نفي ولا إثبات أنه يكون لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشراء والبيع من المشركين وأهل الحرب.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاه. ثم قال البخاري رحمه الله باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب. باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب يعني أن ذلك سائر وأنه يجوز الشراء من المشرك ويجوز البيع عليه لكن ما يكون ذلك في أمور فيها مضرة على المسلمين كان يبيعه سلاح هذا لا يجوز ولكن يباع عليه شيء يستفاد منه أو يشترى منه شيء يستفاد منه ويشترى منه السلاح يعني بالنسبة للكفار يشترى منهم السلاح لكن ما يباع عليهم السلاح وإنما يشترى منهم ويباع عليهم الشيء الذي فيه منفعة يعني وليس فيه مضرة على المسلمين وليس فيه مضرة على المسلمين. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر عن أبي بكر الصديق نعم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاء إليهم رجل مشعان يعني شعث طويل يعني جمع بين الوصفين الطول في جسمه في جسمه والشعث في شعره وجاء معه غنم يسوقها وكأنه يعني أعطاهم شيء فيعني فهم لا يدرون هل هو أعطاه هدية أو بيع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أهدية أم بيع قال بل بيع فشرى منه صلى الله عليه وسلم شات فشرى منه صلى الله عليه وسلم شات وهذا محل الشاهد أنه شرى منه شات وهو مشرك هذا يدل على جواز البيع والشراء مع المشركين نعم. قال حدثنا أبو النعمان هو محمد بن فضل عن معتمر بن سليمان نعم عن أبيه أبو سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل. ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة. فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت
أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ ثم ذكر هذا الحديث في قصة إبراهيم. بابه شراء المملوك من الحربي وهيبته وعتقه. باب شراء المملوك من الحربي وهيبته وعتقه، يعني أن الكفار يكون عندهم المماليك وأنهم يشترى منهم، وأنه يعني كذلك يهبونه لغيرهم فيقبله، وكذلك أيضا يعني عتقه بكونه يعني يعتق، وكون الكافر يعتق ولكنه لا ينفعه أي عمل يعمله من الأعمال التي فيها خير إلا بكونه داخلا في الإسلام، ولا بد أن يكون بين أعمال التي يعملها أن يتقدمها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يعني يصح منه يعني الهدية أو تقبل منه الهدية، وكذلك يصح منه العتق. ثم ذكر حديث أبو هريرة. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت معه زوجته سارة، وكان مر ببلد فيها جبار، فقال الجبار أو قيل للجبار أن إبراهيم يعني معه امرأة وطلب إحضارها إليه، وقيل له يعني من هي؟ قال أختي. ثم إنه جاء إلى زوجته سارة وقال إنهم قالوا كذا وأني قلت أنك أختي، يعني وهي أخته في الدين، وقال إن ما على الأرض مسلم غيري وغيرك، عبارة إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، إن على الأرض مؤمن يعني إن مع الأرض مؤمن يعني غيره وغيرها، يعني هم المسلمون، ويعني وإن هذه بمعنى ما، يعني إن على الأرض يعني ما على الأرض مسلم غيري وغيره، فإن إن تأتي بمعنى ما، وهذا أن 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 وقد ولهذا قيل في تفسير قوله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فسرت بتفسيرين، أحدهما أن إن بمعنى ما، يعني ما كان للرحمن ولد، ما كان للرحمن، فهذا من جنس هذه العبارة، هذه إن على الأرض يعني ما على الأرض مسلم يعني على غيري وغيرك، وهنا قال قل إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين له، يعني فليس فيه يعني الإشارة إلى أن غيره يعني أن له ولد، وبعض العلماء قال إن كان الرحمن ولد يعني فأنا والعبدين لله، والقول الأول هذا هو الذي رجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وأكثر من الكلام عليه، وأن إن تأتي بمعنى يعني بمعنى ما، يعني فقوله إن كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد فأنا والعبدين له، والقول الثاني على سبيل الفرض إن كان الرحمن ولد فأنا والعبدين لله عز وجل ليس للولد، فأنا والعبدين لله سبحانه وتعالى، فإذا قوله إن على الأرض غيري وغيرك يعني المقصود ما على الأرض غيري وغيرك، أو ما أحد غيري وغيرك على الدين أو على الإسلام. وقوله أختي وهي زوجته يعني هذا من باب التورية، لأن فيه الأخوة في النسب والأخوة في الإسلام، وقد يتبادر إلى أن أخته من النسب، لكنه يعني قال إنها أخته وأخبرها بأنه هو أخوها بالإسلام، وأنه ليس هناك على الدين غيرها وغيره. فهذا يعني فيه التورية، والتورية صحيحة وجاءت في أحاديث عديدة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان له أن يوري، وفيه مندوحة عن الكذب، بدلا من كون يأتي بكذب يأتي بكلام يعني يفهمه هو يريد به معنى وغيره يفهم به معنى آخر، هو يريد معنى وغيره يفهم معنى آخر، فهذا من الأمثلة أو من الأدلة التي يستدل بها على التورية، وهي كثيرة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث عديدة التورية، ومنها يعني في قصة سليم مع أبي طلحة لما كان الولد مريض
وجاء وسأل عنه وقالت إنه استراح، إنه استراح يعني إنه مستريح، يعني معناه أنه هادئ وأنه في هدوء، وهي تقصد أنه استراح ما يتحرك، يعني أنه قد مات، هي تريد الموت وهو فهم أنه استراح من المرض واستراح من النصب، يعني يؤتى بالكلام على وجه يريده منه المتكلم معنى وغيره يفهم معنى آخر. ويذكر أن أحد العلماء الذين يعني ابتلوا في المحنة في القول بخلق القرآن وأنهم ألزموا بأن يقولوا بهذا القول وإلا يعذبون، كان منهم من لما قيل له تقر بأن القرآن مخلوق قال أشهد أن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هؤلاء مخلوقات، ويشير بأصابعه الأربعة، ويشير بأصابعه الأربعة يعنيها، ما يعني الكتب المنزلة من عند الله عز وجل. حديث كثيرة جاءت فيما يتعلق بالتورية وهذا منها. ايش بعده؟ فقال فلما يعني ذهب بها إليه سألت الله عز وجل أن يخلصها منه وألا يعني ينالها بسوء، وتوضت وصلت يعني ودعت، وهذا يدل على أن الوضوء والصلاة موجودة في الشرائع السابقة، يعني موجود الوضوء وموجود الصلاة، لأن هذا الحديث فيه ذكر هذا وهذا. والصلاة جاءت في القرآن كثيرا أنها في الشرع من قبلنا وأن الذين قبلنا كانت عليهم الصلاة، ولكن هذا الحديث يدل على أنه أيضا الوضوء، يعني لأن فيه أنها توضأت وصلت وسألت الله عز وجل وأنه يعني لا يعني يحبسه عنها وألا يعني ينالها بسوء ففعلت. ثم إنه لما قرب منها يعني أخذ وكأنه صرع فصار يعني يغط يعني بصوت يخرج من أنفه وركض برجله يعني من شدة ما يجد فيه من الشدة، ثم يعني أنه يعني عاد إلى حاله الأولى فأراد أن يعود، وهي في الأول قالت إن يموت يقول أنها فعلت ذلك وأن يكون بسببها، فسألت الله عز وجل أن يعني يخلصها من أن يكون أنها فعلت بهذا الفعل، فيعني رجع إلى حاله الأولى ثم أراد أن يفعل، ثم هي فعلت ما ذكر من الصلاة والوضوء والدعاء حتى بعد ذلك أفاق في المرة الثانية فقال ما جئتم لي بإنسان جئتم بشيطان، يعني ردوها إلى إبراهيم وأعطوه هاجر، وأعطوه هاجر يعني تكون يعني تكون لها، وهذا هو محل الشاهد، يعني الهبة من الكافر لأن هذه مولات وأن هذه رقيقة عنده فوهبها لسارة فصارت تخدمها، وجاء في حديث أخدمها يعني هاجر أو أخدمها يعني المرأة التي أعطاها إياها. محل الشاهد منه أنه أعطاها يعني خلصها الله منه وأعطاها أو أهدى إليها هذه الأمة أو هذه المولات، فحماها الله من الشر ورزقها يعني هذه الجارية التي تقوم بخدمتها. إيش بعده؟ فرجعت إلى إبراهيم فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده، وأخدم وليده يعني الله كبته وحال بينه وبين ما يريد من السوء، ويعني سخره لأن يهدي وليدة تخدمها، وليدة تخدمها وهي هاجر. قال في أوله وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه. نعم قال في أوله قال صلى الله عليه وسلم كاتب، لأنه كان يعني كاتب يعني كاتب يعني قومك أو الذين يعني الذين يملكونك كاتبهم، يعني اتفق معهم على مقدار يعني معين تدفعه لهم ويخلصونك مما أنت فيه. قال له كاتب، هذه المكاتبة يعني مثل ما جاء في قصة بريرة أنها كتبت على يعني 9 أواق تدفع كل سنة يعني أوقية،
وجاءت إلى عائشة تطلب منها مساعدتها، والحديث سبق أن مر بنا قريبا. فالحاصل أنه كان يعني تسلط عليه ناس ويعني أسروه وصاروا يعني يتصرفون به، وهؤلاء الذين سبوه يعني أناس أساءوا إليه وظلموه واعتبروه عبدا لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كاتب، يعني هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام، كاتب إيش؟ كاتب، وكان حرا فظلموه وباعوه. وكان حرا فظلموه وباعوه، يعني أخذوه وباعوه. فالذي يعني بأيديهم والذين اشتروه من باعه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كاتب، يعني اتفق معهم على المكاتبة بأن تدفع لهم مقدارا معين ويعتقوك. ففيه يعني العتق، وفيه أيضا الشراء يعني. نعم. وسبي عمار وصهيب وبلال. وسبي عمار وصهيب وبلال. الحديث اللي وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كاتب. نعم كاتب وكان حرا. قال لسلمان كاتب وكان حرا. يعني ذكر قصة سلمان ثم ذكر قصة الثلاثة الذين هم عمار وصهيب وبلال. عمار وبلال وصهيب وبلال. وذكر الحافظ بن حجر أنه لا يعلم يعني شيء يدل على سبي يعني عمار، ولكنه يمكن أن يكون من أجل أن أمه يعني كانت يعني مسبية وأنها كانت يعني أمة، ويعني فيكون ذلك جاءه من جهة أمه وأنه تبع لأمه. شوف إيش قال الحافظ في هذا. قال: أما قصة سبي عمار فما ظهر لي المراد منها، لأن عمارا كان عربيا عن سيا ما وقع عليه سبي، وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني مخزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عمارا. فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه. فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلا في رقهم. وأما صهيب فذكر ابن سعد أن أباه من النمر بن قاسط، وكان نعم من العرب. نعم. وكان عاملا لكسرى، فسبت الروم صهيبا لما غدت أهل فارس فابتاعه منهم عبد الله بن جدعان، وقيل بل هرب من الروم إلى مكة فحالف ابن جدعان. وستأتي الإشارة إلى قصته في الكلام عن الحديث الثالث. نعم الثاني. وأما بلال فقال مسدد في مسنده: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: كان بلال لأيتام أبي جهل فعذبه، فبعث أبو بكر رجلا فقال: اشتري لي بلالا فاعتقه. وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر للعباس: اشتري لي بلالا، فاشتراه فاعتقه أبو بكر. وفي المغازي لابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا، فقال: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ قال: أنقذه أنت مما ترى. فأعطاه أبو بكر غلاما أجلد منه وأخذ بلالا فاعتقه. ويجمع بين القصتين بأن كل من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما شوب فيه. نعم. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هذه الآية أوردها من أجل على ما ملكت أيمانكم، يعني من أجل هذه الجملة. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. يقول السائل: ألم يكن لوط عليه الصلاة والسلام
وهو نبي في وقت إبراهيم؟ ما أدري، لكن يمكن يكون هذا يعني إما أن يكون به الأرض التي هم فيها، أو أن المقصود به يعني أن هناك يعني أوقات يعني يعني اتصال إبراهيم أو اتصال في إبراهيم، يعني هل هو يعني متأخر أو متقدم؟ إن كان متقدما فيعني لا شك فيه غيره، وإن كان متأخرا وأنه يعني جاء بعد ذلك فيكون في الوقت الذي يعني قال هذا، يعني أنه ليس هناك غيره وغيره غيره وإياه. لماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه أختي ولم يقل زوجتي؟ لا أدري. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. ثم ذكر هذا الحديث في قصة اختصام عتبة بن الوقاص سعد بن الوقاص يعني وعبد بن زمعة في وليدة زمعة يعني الذي كانت فراشا له، وولدت يعني هذه ولدت غلاما، نعم ولدت غلاما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل منهم أدل بحجته، فقال سعد هذا يعني ابن أخي يعني سعد أبي عتبة عهد به، يعني قال له ابن الابن الذي يأتي من فلانة هو ابني، يعني إنه من الزنا، يعني كان مقصوده الزنا. وقال عبد بن زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي، يعني معناه أنه أن 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 الأمة هذه موطوءة عبد موطوءة زمعة، أقول موطوءة زمعة، فهو ولد على فراشه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة لما نظر إلى الغلام، وإذا شبه بين بعتبة. ولكن الحفظ الأنساب والمحافظة عليها جاء به الإسلام، فهو إن كان شبه بينا بعتبة إلا أنه حاق في راس يعني الذي يطأ وطئا شرعيا، يعني عن طريق الرق، يعني يطأ مولاته ورقيقته، فألحقه به من أجل حفظ الأنساب، وأن التغليب إنما هو للفراش. وقال الولد للفراش والعاهر الحجر، يعني الزاني ليس له ولد، الزاني لا يكون له ولد، ما له إلا الحجارة الذي يرمى بها حتى يموت، هذا هو في حق المحسن، الولد للفراش، ولا يعني أن الولد لصاحب الفراش الذي سواء كان زوجا أو سيدا، يعني سواء يطأ يعني يعني هذا الولد جاء من زوجة أو من أمه، فإن الولد يكون للفراش ولا يكون للزاني. ثم إنه لما كان شبهه بينا واضح بعتبة، وكانت زمعة، وكان سودة أخت يعني أخت عبد بن زمعة، وأن كونه يعني يكون أخا لها يعني ليس بمحقق وإنما فيه الشبهة، أمر سودة ألا يعني أن تحتجب عنه لهذا الشيء الذي قد حصل، بالنسبة أن الشبه بين بعتبة، فهو يعني قد يكون من هذا وقد يكون من هذا، لكن الفراش مغلب، ولو كان الشبه يعني متفاوت، يعني وأن الشبه بغير صاحب الفراش، ولكن لما كانت هذه الشبهة موجودة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سودة بأنها تحتجب عنه، فما رآها بعد ذلك، فما رآها يعني استمر يعني مبتعدا عنه ومبتعدا عنها. محل الشاهد يعني كون يعني كون أن هذا يعني يعني ولد أمه، أو ولد يعني أنه ولد أمه التي هي يعني رقيقة. نعم.
قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب رضي الله عنه اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. يعني هو صهيب بن سنان وهذا يعني اسم أبيه فكان يقال له صهيب بن سنان ويعني وكان الذي يعني يعرفون أنه يعني أنه قد سوبي أنه يعني كونه يدعي إلى غير أبيه يدعي إلى غير أبيه قال إنه كان يعني من الصعب عليه أن يفعل ذلك وأن ينتسب إلى ولكنه بين الحقيقة وأنه قال أنه كان صبيا وأنه سرق ويعني فصار رقيقا أو نسبيا بهذا الذي حصل من الظلم له من الظلم له وأنه يعني أنه يعني ليس منتسبا إلى يعني إلى غير أهله. نعم. شوف قال الحافظ كان صهيب يقول إنه ابن سنان بن مالك بن عبد عمرو أيوة. ابن عقيل ويسوق نسبا ينتهي إلى النمر بن قاسط وأن أمه من بني تميم وكان لسانه أعجميا لأنه ربي بين الروم فغلب عليه لسانهم وقد روى يعني الذين سبوه. نعم. وقد روى الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه قال قال عمر لصهيب ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء اكتنيت أبا يحيى وأنك لا تمسك شيئا وتدعي إلى النمر بن قاسط. فقال أما الكنية وتدعي إلى النمر بن قاسط نعم. فقال أما الكنية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وأما النفقة فإن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وأما النسب فلو كنت من روثة لانتسبت إليها ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضا فسباني ناس بعد أن عرفت مولدي وأهلي فباعوني فأخذت بلسانهم يعني لسان الروم. ورواه الحاكم أيضا وأحمد وأبو يعلى وابن سعد والطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه أنه كان يكنى أبا يحيى ويقول إنه من العرب ويطعم الكثير. فقال له عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني وإني رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكن سبتني الروم غلاما صغيرا بعد أن عقلت قومي وعرفت نسبي. وأما الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام. يعني أن صهيبا يعني كان يعني ينتمي للعرب ولسانه لسان العجم فقالوا كيف ينتسب إلى العرب وهو لسانه عجمي فأخبر بالذي السبب وأنه صهيب بن سنان ذكر نسبه من العرب وأن جماعة من الروم يعني سبوه وأخذ وعاش بينهم وأخذ بلسانه فهذه العجمة التي في لسانه يعني إنما جاءت طارئة بعد أن سبي وراح عن أهله فيعني فنسبه صحيح فانتسابه انتساب صحيح ويعني وأن هذا العجمة التي فيه لا تدل على أنه من أصل أعجمي وإنما بين كما بين ذلك رضي الله تعالى بأنهم سبوه وأنه عاش بينهم وأخذ لسانهم فصار في لسانه عجمة عجمة العجم ولغة وعجمة الروم فصار يعني فرق بين نسبه وبين لهجته ولسانه فبين السبب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البخاري اعتمد المراجعة بين عبد الرحمن بن عوف وصهيب والروايات عند الحاكم وغيره المراجعة بين عمر وصهيب. قال فهذه طرق تقوي بعضها بعضا أو تقوى بعضها ببعض فلعله اتفقت له هذه المراجعة بينه وبين عمر مرة
وبينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخرى، ويدل عليه اختلاف السياق. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج عن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف، يعني من رواية الابن عن أبيه عن جده. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يعني أمورا كنت أتحنث فيها في الجاهلية، يعني يعتق ويطعم ويحسن، يعني هل فيها أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير أو على ما سلف من خير، يعني أنه يؤجر على ذلك لأنه دخل في الإسلام ومات عليه. وأما لو مات وأما من أتى بهذه ومات على الكفر فإنها لا تنفع، لأن ما وجد الأساس اللي تبنى عليه الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في قصة يعني ابن جدعان أنه يعني لما سئل يعني عن أمور يعني كان يفعلها من اعتاق وكذا وكذا هل تنفع؟ قال لا تنفع، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه ما دخل في الإسلام. والإنسان إذا عمل عملا في كفره وفي جاهليته ومات على كفره فإنه لا يستفيد من هذه الأمور التي وقد يستفيد يعني بأن تعجل له الطيبات كما جاء في القرآن، يعني بأنه يحصل يعني طيبات وهذه الأمور التي عملها أنه يحصل فيها شيء في الدنيا، لكن لا يحصل فيها شيء في الآخرة إلا إذا كان مات على الإسلام وكان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن والحديث يدل على أن من كان كافرا ثم أسلم وقد أحسن في الجاهلية وأحسن في الإسلام فإنه ينفع هذا وهذا، وأنه إن أحسن في الجاهلية ومات على كفره فإنه لا ينفعه في الآخرة، وقد ينفعه في الدنيا بأن يحصل له شيء من متعة الدنيا وأن تعجل له الطيبات في الحياة الدنيا، لكن ليس له في الآخرة إلا النار، كل من مات كافرا ليس أمامه إلا النار. قال رحمه الله تعالى باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. ثم قال جلود الميتة باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، يعني أن جلود الميتة يعني تختلف عن الميتة نفسها، تختلف عن الميتة نفسها بأن الميتة لحمها لا يؤكل ولكن جلودها تستعمل ويستفاد منها. وأورد هنا في البيع لأن ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، يعني ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، يعني سواء يعني بعد الدبغ أو قبل الدبغ، لأن إذا بيع قبل الدبغ فقد بيع بشيء انتفع به لكن لا يستعمل إلا بعد الدبغ، لأن الدباغ يطهره، يعني والأذى الذي علق بالجلد من آثار لحم الميتة فإن الدباغ يزيله ويذهبه. فأورد هذا الحديث في كتاب البيوع ولم يذكر البيع ولكنه ذكر فيه الانتفاع، وما جاز الانتفاع به جاز بيعه، ما جاز الانتفاع به فإنه يجوز بيعه. فأورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنه ميتة، قال إنما حرم أكلها،
يعني. وأما الجلد فإنه ينتفع به لكن بعد أن يدبغ، فيجوز بيعه يعني قبل الدبغ وإن كان يحتاج إلى التطهير، لأن الانتفاع لأنه مما ينتفع به، ولكن بعد التطهير، ولكن بعد التطهير الذي هو الدبغ. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب، هو أبو خيثمة، نعم، النسائي، نعم، عن يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، عن أبيه، نعم، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن صالح، نعم، ابن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، نعم، بن عتبة، نعم، عن عبد الله بن عباس، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل الخنزير. وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن المسيب أنه سمع عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال: باب قتل الخنزير. وأورده هنا في كتاب البيوع لأن يعني لدلالة على أنه يعني حيث أنه يعني يقتل فإنه لا يجوز بيعه، يعني أنه لا يجوز بيع الخنزير لأن الرسول لأنه جاء في السنة ما يدل على قتل الخنزير، ولهذا قال: باب قتل الخنزير. البخاري. وأورد هذا الحديث الذي فيه قصة عيسى بن مريم بعد نزوله من السماء وأنه يقتل الخنزير، يعني هذا الذي يعظمه النصارى ويعني ويأكلونه وهو من أحسن الأماكن عندهم، يعني هذه الأشياء التي كانوا يعني يفعلونها من كونهم يأكلون الخنزير، وكونهم هذه الأمور الثلاثة، فيكسر الصليب هذا الذي قالوا أن هذا إشارة إلى صلب عيسى وأنه ينزل من السماء، ويكسر هذا الذي يقولون أنه يعني أن هذا رمز أو إشارة إلى أن عيسى قد صلب وأنه لم يرفع إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخنزير الذي يعظمونه ومن أحسن المآكل عندهم أيضا يقتله، وكذلك الجزية التي كانوا يدفعونها يعني لا يقبلها، وإنما ما في إلا الإسلام، ما في جزية، إما إسلام وإما قتل، ليس هناك شيء في ذلك الزمان أو في آخر الزمان الذي ينزل في عيسى بن مريم إلا يعني هذه الأمور تتحقق، يعني يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، يعني ما يقبل الجزية، وهو عندما ينزل عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحكم بالإنجيل لأن شريعته نسخت، وإنما يحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة لجميع الشرائع، ولا وجود يعني لحكم بعد شريعته، فالإنجيل لا يعمل بالإنجيل أو أنه لا يحكم بالإنجيل في زمنه عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان من السماء. قال ثم قال: والذي نفسي بيده، قسم من أجل تأكيد ما أقسم به عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، يعني ينزل من السماء لأنه رفع إلى السماء بروحه وجسده، وهو باق في السماء بروحه وجسده حتى ينزل من السماء في آخر الزمان، يعني في زمن الدجال، يعني في زمن الدجال وزمن المهدي وفي زمن يأجوج ومأجوج، يعني يكون موجودا عليه الصلاة والسلام، فيحكم بشريعة نبينا حكما مقسطا، يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل ويفيض المال، يعني يكثر المال حتى لا يقبله أحد، يعني هذا الذي المال الذي كان الناس
يتقاتلون عليه يعني، ويأتي في زمان يفيض المال ما حد يريده، لأن كل مكتفي بما عنده. وجاء في بعض يعني قبل هذه الأزمان اللي يفيض فيها المال شدة الحرص على المال، وأن الرسول أخبر عن كنز من ذهب يعني ينحسر عنه الفرات فيقتتل الناس عليه، والحياة 1% والموت 99%، ومع ذلك يقدمون، كل واحد يقول لعلي أنا 1%، يعرفون هذا الشيء، ولكنهم لشدة الحرص على المال والهلاك 99% والنجاة 1% يعني يقدمون، يعني كل منهم يؤمن يكون 1%، هذه شدة الحرص على المال. وجاء بعده يعني فيضان المال حتى لا يقبله أحد، وكل واحد إذا أعطي ويدور بصدقته لا يجد أحد يأخذها، يدور بزكاته ما يلقى أحد يأخذها. فيعني هذه الأمور كلها تخرج تحصل في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ودال على قتل الخنازير. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة قال باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل إذا قتل الخنزير هل يقدم لحمه لتأكله بعض الحيوانات كالكلاب مثلا؟ ما أعلم شيء يدل على هذا، أقول ما أعلم شيء على أنه يطعم، ولكن يعني لو دفن ويعني فإنه قد يكون فيه أذى يضر الحيوانات. يقول في بلادنا يكثر وجود الخنازير خاصة في فصل الشتاء، ويدخل الكفار من أوروبا وغيرها لصيده، ويدخل الكفار من أوروبا وغيرها لصيده، يدخلون بإذن ولي الأمر بعهد وأمان، وكثير من المسلمين يساعدونهم على صيد الخنازير، فما رأيكم؟ هذا من التعاون على إثم العدوان، كانوا يساعدونهم على قتل الخنازير يعني ليأكلوها. يعني هو لا شك أن هذا شيء طيب، يعني كونه الخنازير تروح، لكن كونه يعني يساعدهم على يعني شيء يأكلونه، يعني وأن هذا المحرم الذي جاء تحريمه في الإسلام هو محرم على يعني على المسلمين وعلى الكفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الكفار على القول الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة، فلا تحل لهم ولا تحل المسلمين. والذي يعني يساعدهم على ذلك ذي جانبه، جانب التخلص من الخنازير، وجانب يعني تمكين أو مساعدة أولئك أن يأكلوا شيئا قد حرمه الإسلام، أن يكون قد حرمه الإسلام. فالمسألة يعني دائرة بين يعني هذه المفسدة وهذه المفسدة، ولكن يعني كون المسلمين يقتلون الخنازير ويدفنونها ويتخلصون منها خير من كون الكفار يأتون ويعني ويقتلونها ويأكلونها. فالله عند الحديث عن البيع والشراء مع المشرك حتى الحربي، هل يجوز بيع الأرض أرض المسلمين؟ لا، ما يجوز أن يباع على المسلمين الكفار يعني شيء في بلاد المسلمين. يقول هذا يسأل عن حكم غسل اغتسال الكافر إذا أسلم، هل يغتسل وجوبا أم استحبابا؟ والله ما أذكر. هذا يقول حفظك الله أوصل طالبة إلى الجامعة وحدها معي في السيارة وأخذ أجرة على هذا العمل، فما حكم عملي؟ ما يجوز الإنسان أن يخلو بها لا في سيارة ولا في غيرها، أما إذا كان معها أحد
فلا بأس بذلك. أما تكون وحدها فهذا من الخلوة التي لا تجوز. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.